تابعي الحوار على منصات التواصل الاجتماعي. نرحب بكم في عدد جديد من ضيف الحوار. ضيفنا اليوم بروفيسور جامعي ورئيس منتدى النخبة والكفاءات الوطنية البروفيسور يوسف قاسمي. أهلا بك أستاذنا. أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة الكريمة. ضيفنا اليوم نتحدث معه ونخوض في النقاش عن دور النخبة وجهودها في إرساء دعائم الجزائر الجديدة ومحاور أخرى سنناقشها بالتحليل والتفصيل مع ضيفنا الكريم. شكرا لك على حضورك دكتور. الله يبارك فيك. شكرا. أولا بروفيسور يوسف قاسمي، أنت رئيس منتدى النخبة والكفاءات. هذا المنتدى اللي أنشئ سنة ينشط منذ سنة 2019. نعم. لو تعطينا نبدأ على المنتدى، نشاطاته استراتيجيته أهدافه وماذا يضمه، يعني أو هل يضم أقسام، ماذا يضمه من نخب وكفاءات. نعم. تفضل أستاذ. شكرا جزيلا وتحية للمشاهد الكريم. ابتداء منتدى النخبة والكفاءات الوطنية جاء في سياق ثورة الحراك الشعبي الذي المبارك الذي قام في 22 فبراير، ونحن نحيي اليوم أمس ذكراه الرابعة. بدأ المنتدى في شكل مبادرة وطنية لحل الأزمة وطرح في آخر شهر أفريل 2019، شارك في كل مسارات التحول آنذاك، سواء في ندوات الحوار الوطني، سواء في تقديم اقتراحات، في دعم المسار الدستوري الانتخابي، خاصة انتخاب موقع رئيس الجمهورية، وشمل عدة بدأ كنوات صلبة من الجامعات. كانت المبادرة قد وقع عليها أكثر من 30 جامعة وطنية وخمس جامعات أجنبية من كندا، من بريطانيا، فرنسا، قطر، تونس، إلى جانب جامعات وطنية أكثر من 30 جامعة. بلغت وقتها عدد الإطارات والنخب التي وقعت المبادرة أكثر من 707 شخصية وطنية. بعد استرجاع موقع الرئاسة وشرعية انتخاب شرعية الرئيس، قيادة المنتدى اللي هي كانت أمانة وطنية مؤقتة وقتها اجتمعت هنا بالعاصمة وقررت تحويل هذا الزخم وهذا النشاط إلى فعل مؤسس قانونا من خلال عقد جمعية وطنية تأسيسية كان في 17 جانفي 2020، حضرته 25 ولاية 29 مندوب وطني، وتم طبعا إعلان التأسيس الرسمي للمنتدى كجمعية وطنية علمية ثقافية وسياحية. بعدها طبعا كاين إجراءات إدارية وقانونية على مستوى الداخلية. في أواخر شهر أكتوبر 2020 تم الحصول على الاعتماد الوطني. بعدها بدأ المنتدى في النزول للميدان من خلال جانبين، جنب الهيكلة التنظيمية من خلال الولايات، وبفضل الله وجهد النخب والإطارات والكفاءات الوطنية والمخلصين، الآن رانا في مكتب 29 على مستوى الوطن، المكاتب التي منصبة بفرق وتنشط في الواقع. في نفس الوقت قمنا بكثير من الفعاليات الوطنية أبرزها وأهمها ندوة الإطارات، الندوة الاقتصادية الأولى، ندوة الإقلاع الاقتصادي والاستثمار ضمن رؤية الجزائر الجديدة، كانت في 11 مارس 2021 هنا بقصر الثقافة بالعاصمة، وحضره خبراء وزراء سابقون، وزارة الصناعة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ممثل البرلمان، رئيس البرلمان، وكذلك ممثل أكبر حاضنة في الجزائر قدم تجربته هنا، إلى جانب خبراء من ألمانيا ومن غيرها، وقدمنا مقترحات ومخرجات هذه الندوة إلى الجهات المعنية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الوزارات ذات الصلة، وإلى رئاسة الجمهورية كذلك وأطراف أخرى، لأننا الأصل في المنتدى أنه قوة اقتراح ومرافقة للمؤسسات ومرافقة لمشاريع التنمية وبرامجها المختلفة. نفس الشيء قمنا به، معلوم أن هناك لجنة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة تعمل على إعداد قانون الجماعات المحلية منصبة، نحن قمنا بندوة في شهر ماي 2022 في جيجل، مكتب ولاية جيجل، واستدعينا لها خبراء من النواب، من رؤساء دوائر سابقين، من ولاة تحت إشراف السيد الوالي،
ودرسنا قانون البلدية والولاية وقدمنا مقترحات في هذا الشأن أيضا وبلغناها لكل الجهات بما فيها اللجنة نفسها اللي مازال الآن القانون راح ينزل على البرلمان من أجل إثراء نشوفه النقاش يناقش يعني في الأيام القادمة بالضبط. أيضا نشوفه أنه الدولة تسير في اتجاه نحو تحقيق إقلاع في المجال الاقتصادي. رئيس الجمهورية تكلم أو حتى الوزير الأول ورئيس الجمهورية تكلموا على ضرورة أنه العمل على أن تكون سنة 2023 سنة إقلاع اقتصادي. المنتدى أكيد أنه يشارك في هذا الإقلاع وأكيد عنده رح يكون عنده اقتراحات أو ما هي الاقتراحات اللي ممكن يقدمها منتدى نخبة بما أنه يضم كفاءات أكيد كفاءات اقتصادية. فقط أنا نحب نأكد حاجة أن في المنتدى وقيادته تزخر على المستوى الوطني والولاية تزخر بكفاءات وخبراء كثيرين سواء على المستوى التنظيمي داخل المكاتب أو حتى على المستوى التعاون المشترك. ولذلك نحن اجتهدنا في كل مرة بأن نقوم بفعاليات حسب الأولويات المرحلة اللي هو الملف الاقتصادي بالأساس. منها عقدنا ندوة في قالمة حول السياحة، عقدنا ندوة في خنشلة حول الصفقات العمومية، ونحن نحضر أيضا لندوات قادمة في القريب العاجل إن شاء الله حول قانون الاستثمار وكذلك حول الدعم وغيرها من الملفات الكبرى. عندنا أيضا قانون النقد والقرض لأننا نقترب أنه نحن نشوفه ينزل إلى البرلمان. هل بالضبط. يعني بالضبط احنا من مساعينا قبل أسبوعين التقينا بأمانة الوطنية ورئيس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين راح نعقدوا توأمة خلال في غضون الأيام القادمة راح نقوم بتأطير هذه الفئة من التجار ومن المستثمرين ونقدم لهم كل الدعم في كل ما يتعلق بالقوانين والتحولات الاقتصادية القائمة اليوم، لأنه المنتدى أساسا يهدف بشكل خاص أولا إلى تجميع النخب في الداخل والخارج والكفاءات الوطنية وإعطائها فرصة لأن تقدم الإضافة في المسألة. شحال فيه من عضو المنتدى؟ نعم؟ شحال فيه من أعضاء الكفاءات وخبراء؟ ما عندناش تعداد محدد، ولكن احنا الآن على الأقل الآن اللي مهيكلين تنظيميا في المكتب الوطني والجمعية الوطنية والمكاتب الولائية عندنا أكثر من 500 إطار، وعندنا منتسبين يفوتون 1200 الآن في ظرف قصير. يعني دكاترة أنا نعطيك يعني مثال على رؤساء المكاتب الولائية. عندنا طبيبة مختصة في الأمراض الباطنية رئيسة مكتب وهران معها فريق من الجامعيين من المحامين من إطارات مستثمرين إلى آخره. عندنا مدير خدمات جامعية سابقا ورئيس اللجنة الوطنية عضو في المكتب الوطني للرياضات الجامعية في تيارت. عندنا دكتورة في الإعلام في سكيكدا. عندنا مهندسة معمارية معها فريق في توغرت وكثير من الإطارات المختلفة في كلها. عندنا 4 نواب راهم الآن في البرلمان يشتغلون وينسقون مع المنتدى ويقدمون مقترحات مختلفة، منهم أمين وطني مكلف بالعلاقات الخارجية وهو نائب أيضا في البرلمان. وأنا قبل أسبوع أنا التقيت برئيس لجنة التربية والتعليم العالي والرياضة من أجل التنسيق والعمل المشترك. نحن نرافق مؤسسات الدولة كل المؤسسات، نمد أيدينا لكل الفعاليات النشطة، نحب أن نكسر الحاجز بين النخب والإطارات والكفاءات وبين مدى عموم المجتمع ونؤطر الحياة المدنية حتى تسترجع وتصير فعلا تمارس الشراكة الديمقراطية أولا وتمارس الرقابة في نفس الوقت على الهيئات والمؤسسات، الرقابة الوظيفية وليس الرقابة القانونية أو شيء والمحاسبية، وفي نفس الوقت نقدم المقترحات بحسب الحاجة. نعطيك حاجة مثلا في 6 سبتمبر 2019 في عز الحراك وقبل الانتخابات الرئاسية احنا قدمنا قائمة ب70 إطار مسير كلهم مسيرين إطارات وقدمناها للجهات المختصة بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة وقتها وقيادة الأركان كمساهمة من المنتدى، وهذا الناس مستعدين أنهم يخدموا الدولة ومؤسساتها ويرافقوها. ولذلك توجهنا العام هو أن نسترد موقع النخبة والكفاءات في ظل رؤية الجزائر الجديدة أن تدخل وتقدم خبرتها لبناء الوطن ومرافقة التحولات في كل المجالات خاصة في المجال القانوني في المجال الاقتصادي في المجال المدني وفي كل السياقات ممكنة. جميل، وأنه يعني خصوصا وأنه الرهان حاليا هو رهان كبير خصوصا في عز الأزمة العالمية اللي تشهدها العالم،
وانه الجزائر تسعى الى ان تخطو خطوات عملاقه نحو الامام، وحتى رؤيه الجزائر الجديده هي رؤيه انها تكون تحقق قفزه الى الامام في كافه المجالات، وهذا يحتاج الى اطارات وكفاءات يعني وخبره. كيفاش تشوف الطريق نحو تحقيق هذه الانجازات اللي تعول عليها الدوله، وكيفاش تشوف يعني مدى اهميه الكفاءات والاطارات في تحقيق الاهداف المنشوده للدوله؟ نعم، الحاجه الاولى والتي دعت الشعب الجزائري الى طلب التغيير من خلال الحراك ومن خلال التحولات ومن خلال السياقات المختلفة بما فيها الإعلام وبما فيها كذا، هو أنه كانت هناك ثقة مهزوزة أو مفقودة سواء بين المجتمع وبين السلطة من ناحية وبين الفعاليات المختلفة. نعتقد بأن النخب بكل أنواع في مقدمتها النخب الأكاديمية وهي صفوة النخب، ثم الكفاءات تملك من الصدقية الاجتماعية وتملك كذلك من الصدقية تجاه باتجاه السلطة والدولة. ولماذا؟ لأنها تمتاز بصفتين أساسيتين، صفة أول الكفاءة والخبرة، أنها ذات مستوى عالي وذات خبرات، والحاجة الثانية أنها غير مؤدلجة، أنها تكنوقراطية تقدم الحلول وتستطيع أن تقدم مخارج تكون فعالة للأزمة. ولذلك احنا اشتغلنا بأن نكون وسيط نزيه نقرب من خلاله الجامعة والفضاء الأكاديمي بشكل عام بكل هيئاته ومؤسسات الخبرة، ونقدمها للمؤسسات أصحاب القرار ومؤسسات سواء على المستوى الوطني والمحلي، وفي نفس الوقت نرافق المجتمع لرفع مستوى الوعي وغرس ثقافة المواطنة الإيجابية من خلال الانخراط في عملية التحول وعملية البناء لرؤية الجزائر الجديدة. وهذه في تقديرنا لقات صدى إيجابي سواء من طرف السلطة من خلال التوجهات الكبرى ومن خلال تصريحات السيد الرئيس الذي طبعا يدفع في اتجاه استقطاب الكفاءات في الداخل والخارج، ومن خلال توظيف خبراتها ومرافقة مؤسسات الدولة وتحولات المختلفة خاصة بعد التكييفات القانونية القوانين العضوية مع الدستور وتحولات قانون الاستثمار وكل ما يتعلق بقانون الإعلام الذي تم مصادقة عليه مؤخرا وتفاصيل كل هذه المسائل. وفي نفس الوقت المجتمع ربما كان هناك ترسبات سابقة سواء على مستوى المجتمع المدني والطبقة السياسية ماذا تركت انطباعا غير محمود وسيء، الآن يمكن أن استرجعه. في نفس الوقت هناك بين قوسين الكثير من الطفيليين الذين احتلوا مساحة العمل المدني ومساحة السياسية لأهداف ضيقة ماذا أضروا بهذين الطرفين المهمين، ومن ثم نحن نريد إعادة تأهيل الفضاء المدني من ناحية والعمل الجمعوي من خلال انخراط الكفاءات، حتى لا تبقى الجامعيين وتبقى الكفاءات والإطارات في البرج العاجية، يجب أن تنخرط وتساهم في نفس الوقت بالحلول المنطقية والواقعية. نحتاج إليها يعني الإطارات والكفاءات، نحتاج إليها بالنظر إلى الظروف الراهنة، وحتى نشوف أنه جهود الدولة منصبة على يعني إعطاء إعادة الاعتبار للإطارات. نعم. خصوصا كان إطارات راهي مهمشة والدولة في صح. كل مرة تصر على أنه هذه الإطارات هما اللي حيكونوا في الواجهة، لأنه نعم. هما بالكفاءة والخبرة ديالهم هما اللي نحتاجوهم لخدمة البلد، وعن الكفاءة والمستوى العالي ديالهم في كافة المجالات، كفاءة اقتصادية أو حتى بالضبط. ثقافية هما اللي نحتاجوهم. وحتى رئيس الجمهورية والدولة يعني بالإطارات التنفيذية ديالنا راهم يصروا على أن الكفاءات يكونوا في الواجهة. بالضبط. شفنا يعني في مجال حتى لو نقولوا أنه في مجال الصيدلة وصناعة الصيدلانية، شفنا تصريحات تاع وزير الصناعة الصيدلانية في اتجاه بعض الجهات، انه قال بانه يجب انه الكفاءات يتم توظيفها، يجب انه ما يكونش يعني الهوة ما تكونش متسعه بزاف، ويجب انه نعطيه الفرصه لهذه الكفاءات لتبرز يعني كفاءتها وتبرز قدراتها على تحقيق التنميه في المجتمع. نعم بالضبط. احنا ميزة منتدى النخبه والكفاءات الوطنيه، اولا انه فضاء مفتوح، منتدى فوروم، أنه غير مؤدلج وغير متحزب ومستقل في ذاته، في هيكلته التنظيمة، في قراراته، وحتى في ذمته المالية، وهو يشمل خيرة إطارات وكفاءات الوطن
في كل الجهات، وفي نفس الوقت هو مفتوح لأن يقدم الجهد ويقدم الإضافة، سواء على مستوى ترقية العمل المدني، سواء على مستوى المقترحات والمخارج الحلول، سواء على مستوى مرافقة المؤسسات الوطنية والسياسات والبرامج العامة للدولة، حتى تتمكن بالتالي من أن، لأنه لا تستطيع أن تبني دولة تقوم فيها ثقافة الديمقراطية التشاركية إذا لم ينخرط المجتمع المدني من ناحية بما فيها وهي وعلى رأس المجتمع المدني الكفاءات والنخب، وكذلك الطبقة السياسية، وفي نفس الوقت السلطة كطرف ساهر على إدارة الشأن العام. من خلال الثلاثية هذه يمكن ماذا؟ نستطيع أن نقدم الإضافة وأن ننجح التحول والإصلاحات القائمة اليوم اللي يقودها السيد الرئيس وتقودها الحكومة ويقودها كل الفريق الصاهر على التحولات القائمة. وبهذا المنظور نستطيع نحن كإطارات وكنوخب ونركز كثير على الشباب، خاصة من خلال مؤسسات الحاضنات والليستار بالضبط، وزارة التعليم العالي تشتغل على هذا، وزارة الحاضنات تشتغل على هذا، وزارات كثيرة، ونحن نحاول أن نكتشف هذه الكفاءات ونقدمها أو نرافقها ونقدم لها الدعم الممكن حتى تستطيع أن تنجح في مسارتها وفي تحقيق أهدافها. فات سياق بروفيسور قاسمي، شفنا أن الجامعة تعيش يعني تحول كبير، يعني تعيش يعني اتجاه، خلينا نقول اتجاه نحو الأعلى ومرافقة، خصوصا بعد قدوم وزير التعليم العالي كمال بلداري اللي يشهد له مدى يقوم به في الميدان، واستراتيجية والتصور جديد لجابيه. شفنا يعني إنشاء أو استحداث شهادة مؤسسات ناشئة، وشفنا أنه العمل يقوم على قدم وساق، مع شفنا كل خرجات السيد وزير كمال بداري يرافقه وزير اقتصاد المعرفة ومؤسسات ناشئة. هذا لأعطى دفعة أكثر واستعداء ومرافقة الطلاب الجامعيين المتخرجين منذ إعداده للشهادة إلى غاية تخرجه، حتى أنه يصنع منصبه أو منصب أو جو عمله ومستقبله بنفسه، عوض أنه يكون الجامعة مجرد مركز لتسليم شهادة. هو قالها الوزير كمال بداري، قال بأنه عوض أن يكون الجامعة مركز لتسليم شهادة أنها تكون مركز إنتاج وتكون خلاقة للثروة. كيفاش تشوفوا هذه الخطوة هذه؟ نعم، هي الجامعة كل القطاعات الوزارية مطلوب منها أنها ترافق المرحلة وأنها تحدث تغيير وتتكيف مع رهانات المرحلة وتحديات الحاضر والمستقبل، هذا من ناحية. وتأتي وزارة التعليم العالي في المقدمة على اعتبار أنها هي صانعة العقول وهي التي تخرج الكفاءات والشباب. ونحن سنويا الجامعة الجزائرية اليوم تقريب تأوي حوالي 1,800,000 من نخب المجتمع ومن شبابها، وتؤطرهم في مستويات المختلفة. الجامعة في وظائفها الأم لها ثلاث وظائف: وظيفة التكوين والتأطير طلاب في المستويات العليا، وظيفة البحث العلمي وتنشيط المخابر، وهذا الذي تعكف عليه الآن من خلال تفعيل دور هذا المخابر وإنتاج، ومؤخرا تم التوقيع على كثير من اتفاقيات مع قطاعات وزارية من أجل ماذا؟ تحقيق الاكتفاء على مستوى صناعة المنتوجات ومخرجات البحث العلمي، خاصة في الجانب التقني والجانب الاقتصادي والجانب غيره. وفي نفس الوقت الوظيفة الثالثة هي وظيفة التنوير والانفتاح على المجتمع، ولهنا خاصة أهم قطاعين منفت عليهم هي القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي. القطاع الاجتماعي من أجل المرافقة وكذا، القطاع الاقتصادي من أجل التأطير ومن أجل الدعم بالكفاءات وبالمخرجات المطلوبة. وتأتي الرقمنة في مقدمة هذا النيميريزاسيون، الرقمنة في مقدمة الملفات الكبرى التي يعكف عليها السيد وزير التعليم العالي حاليا السيد بداري، وكل وهي توجه عام في الدولة من أجل ماذا؟ من أجل ندخل العصر وآلياته الجديدة، حتى نستطيع بالتالي نتخلص من ممارسات والطرق التقليدية في التسيير، وحتى فكرة البيروقراطية نفسها وهي جزء من الإشكال الذي نعيش. تسهيل التعاملات والتسهيل الحياة اليومية
مش حتى للمؤسسات، حتى للمواطن وللمستثمر الأجنبي بعد المسابقة على قانون الاستثمار. نعم. راح يدخلوا لك مستثمرين. مستثمر إذا ما لقاش المعلومة وما لقاش المرونة في التعامل وما لقاش المراهنة على الوقت، إدارة الوقت وحسن الاستثمار فيه، طبعا راح يروح. ولذلك يجب أن تتهيئ الظروف والمناخ حتى نستطيع. ومن هنا نحن نتواصل مع القطاعات الوزارية المختلفة من أجل التنسيق ومن أجل تقديم الدعم الذي نستطيع أن نقدمه، سواء كفضاء أو كإطارات. إحنا عندنا كفاءات كثيرة في الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، في الخبراء الاقتصاديين، في الجانب القانوني، في الجانب الإعلام والرقمنة، في كل هذا الإطار. أكيد المنتدى منتدى النخبة والكفاءات يعني يزخر بإطارات وكفاءات في كافة المجالات، ويسعى أنه كما قلت سي قاسمي أنه يكون قوة اقتراح ومرافقة في كل مرة. نفس السياق سي قاسمي نتحدث أيضا عن الجامعة، بما أنه نتحدث عن النخبة والزبدة النخبة هي موجودة في الجامعة. كان قرار الدولة يعني بفتح جامعات أو السماح بفتح للراغبين والمستثمرين بفتح الجامعات الخاصة. ايضا عندنا بالموازاه لذلك شفنا السي العالم او البروفيسور بالقاسم حبه يعني اقبال على فتح جامعه خاصه. نعم. ما هو التاثير اللي يمكن تتركه يعني فتح المجال للجامعه الخاصه، والتاثير يعني تشغيل العقول، وان او مثال بروفيسور بالقاسم حبه انه يوظف الخبره والكفاءه ديالو في الميدان، ما هو التاثير اللي ممكن ان يتركها للمجتمع يعني؟ نعم، أولا الدولة كلها تعيش حركية وتعيش وتبى نوعية نحو التحول ونحو دخول عالم العصر الجديد والمنافسة. المنافسة أهم ميزة وأهم رهان، وإحنا ما لم نتأهل كمؤسسات دولة وكقطاعات وزارية وخاصة وزارة التعليم العالي بالتحديد، فلنستطيع أن نذهب بعيدا ونستطيع أن نستقطب الاستثمار الأجنبي والكفاءاتنا بالمهجر. هذه مهمة للغاية. احنا عندنا امين وطني مكلف بالكفاءات بالمهجر، السيد منحييه من هذا المنبر اللي هو زهير الوابح، هو بروفيسور في جامعه بورس بوعريج وله براءات اختراع مع مجمع جيو وكثير من الاطراف الاخرى. ونحن نشتغل الان على استقطاب هذه الكفاءات، والدوله فيها توجه عام نحو استقطاب. هذا فتح الجامعات الخاصه راح يتيح الفرصة من زاويتين، من زاوية هذه الكفاءات مثل الذي ذكرت بسي بالقاسم حبة وغيرها من الكفاءات الجزائرية الكبيرة اللي راح تدخل وتستثمر وتجيب لنا خبرتها من ناحية وتجيب لنا كفاءات أخرى وتقدم الإضافة، ونستطيع بالتالي أن نواكب ماذا التحول كذا. ومن ناحية أخرى راح تخلق المنافسة بين الجامعة الخاصة والجامعة العمومية، وهذا راح يؤدي من بعد إلى مفهوم البقالة الأقوى والبقالة الأفضل، ومن خلالها راح ملزمة الجامعة. واليوم السيد الرئيس في آخر مجلس وزراء ما قبل الأخير أعطى توجيهات للسيد وزير التعليم العالي من أجل إعادة النظر في النظام التعليمي والمزاوجة بين النظام الكلاسيكي والنظام الألمدي، والآن راي فيه ورشات مفتوحة على مستوى الجامعات من أجل إعادة تأهيل حتى منظومة التعليم حتى تستطيع أن تدخل ماذا ضمن رؤية العصر وتحول رؤية الجزائر الجديدة اللي هي جزء مهم وحيوي كلنا نشتغل على إنجاح. نعم، حتى أنه باش تكلم على نظام الألمدي، هو وزير التعليم العالي كان قال بلي أنه راح تكون جلسة وطنية جامعة لكافة الكفاءات والإطارات بالضبط. في نهاية الدراسة والآن فيه ورشات على مستوى الجامعات. نعم، حضر لهذه ورشات الآن راح تختتم جلسة وطنية. نعم. أكيد راح نشوفوا خبراء المنتدى يشاركوا في الجلسة الوطنية باقتراحاتهم ويعني وبكفاءاتهم ويعني وتصورهم واستراتيجيتهم. نعم. راح يمدوا الإضافة أكيد. مؤكد. إحنا أولا نحب نبعث رسالة لأنه جل في البداية النواة الصلبة للمنتدى كانت من الجامعة، انطلقت من الجامعة. يوم كان الناس يقولوا أين الجامعيين وأين الأكاديميين وأين كذا، إحنا نزلنا للميدان وقدمنا نفسنا للمجتمع وقدمنا جهدنا في هذا الإطار. الحاجة الثانية أنه جل مكاتبنا، نحن لا نقبل بأن يرأس مكتبنا الولائي شخص أقل من مستوى الجامعي، وأغلبيتهم تقريب دكاترة، ناس مختصين وأطباء مهندسين، وعندنا كذلك صيادلة. عندنا نعطيك مثال، الأمين الوطني المكلف عندنا بالشباب والرقمنة والإبداع هو شاب عمره 36 سنة وعنده مؤسسة خاصة في الإنتاج الأمصال البيولوجية
اللي تدخل في العمليات وفي التحاليل وفي قسنطينة، وعندنا كفاءات أخرى كثيرة جدا في هذا الإطار، وبالتالي نحن نجتهد قدر الممكن بأن نخدم أولا وطننا ونخدم شعبنا ونقوي مؤسسات الدولة ونرافق المرحلة نحو التحولات. والعصر اليوم يعيش صراع كبير وأزمات الدولية والإقليمية كلنا نتابع تداعيات وتأثيراتها، ومطلوب أن الناس كلها تنخرط، ومن هذا المنبر أنا أدعو كل الكفاءات خاصة الشباب والجامعيين والطلبة والطالبات والسيدات وكل الكفاءات بما فيها الكفاءات الإعلامية اللي تقدر ترافقنا احنا وتقدمنا أيضا كمنبركم الكريم الذي أتاح لنا الفرصة من أجل أننا كلنا ننخرط قوة واحدة في اتجاه أن نبني دولة المواطنة ودولة كذلك ونظام الشراكة الديمقراطية التي تمكننا من أن ننعم بالاستقرار الاجتماعي من ناحية، بالرفاهية الاقتصادية، وكذلك بالحضور الدولي. والحمد لله الآن فيه كذلك تنشيط للدبلوماسية العلمية، للدبلوماسية الثقافية، للدبلوماسية الاقتصادية في كل أبعادها، وهذه أيضا كلها تدخل في محددات رؤية الجزائر الجديدة التي نصب إن شاء الله أنها تشكل فارقا، تمارس القطيعة مع ممارسات الماضي، وتمكن الجيل الجديد من أن يكون طرفا فاعلا في المعادلة الوطنية. أكيد كلنا رحنا نعمل بكل جهدنا، والإعلام كضلع من أضلاع التنمية راح يكون له دور كبير إن شاء الله في قادم الأيام مع صدور قانون الإعلام الجديد. أيضا المجتمع المدني، المجتمع المدني أيضا هو ضلع من أضلاع تحقيق التنمية وتحقيق التحول. صحيح. كمنتدى كيفاش تنسقوا مع المجتمع، كيفاش هو راهو تعاملكم، يعني كيفاش تشوفوا ليه ككيان المجتمع المدني، كيفاش تشوفوا إلى دوره ضمن رؤية أو تصور الجزائر الجديدة؟ نعم، أنا البارحة فقط كنت في اتصال مع أصدقاء في البرلمان، والأسبوع القادم راح الآن القانون الجديد للجماعات الجمعيات وكذا راهو على مستوى اللجنة دوريس، والأسبوع المقبل راح يخرج المناقشة العامة في البرلمان، وأنا طلبت من أصدقاء أنهم يتيحوا لنا فرصة باش نساهموا في هذه العملية، وإن شاء الله احنا ننتظر القانون الجديد حتى نستطيع أن نتحرك من خلاله. الآن المجتمع المدني طرف فاعل في معادلة التنمية وفي بناء الدولة وفي بناء المستقبل، لاعتبار أن المجتمع المدني هذا يمثل الطبقة المتوسطة والطبقة المتعلمة بشكل خاص والطبقة المتوسطة الفاعلة. احنا نشتغل على مجالين، مجال إعادة تأهيل هذا المجتمع من خلال انخراط كفاءات وأصحاب الخبرة وكذا وكذا، بدل ما يبقى فقط في مستويات السابقة وفي دوائر محدودة والممارسة العشوائية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا نشتغل مع، أنا حضرت بوفد في ندوة المرصد الوطني للمجتمع المدني اللي انعقدت في 16-17 نوفمبر السابق، وساهمنا في هذا، وما زال عندنا تواصل. وأنا من هذا المنبر أيضا نحيي رئيس الجديد وبارك له سي بن براهم، ونحن نتفاعل من خلال هذا كله من أجل ترقية أولا العمل المدني، ومن خلال انخراط مع الإدارات المحلية ومع كذلك المؤسسات الوطنية كلها من أجل أن يكون المجتمع المدني جزء فاعل في معادلة التنمية وفي بناء الدولة الجديدة. مع قدوم السي نور الدين ببراهم على رأس المرصد الوطني للمجتمع المدني، شفنا أنه فتح ورشات كثيرة، وأنه بدأ يتواصل، أنه رفتح يرسم في خارطة الطريق وتوجه نحو الرقي بالمجتمع المدني إلى مستويات أعلى، ليكون يعني في مستوى التحديات والرهانات التي تسير فيها الجزائر وتصبو إلى وصول إليها. وإحنا ما كتبنا الولائية غيت ساهم فيها، ساهمت قبل في ورشات التحضير للندوة الوطنية السابقة، والآن غيت تحظى من خلال الاجتماعات التي تعقد. وأنا معلوماتي أنه الأسبوع الماضي كانوا في قلمة ودعوا جمعيات المجتمع وشرف عليها أعضاء من المرصد، كلها في إطار هذا ثقافة ديمقراطية تشاركية الحيوية والديناميكية اللي راهي تعيشها المجتمع المدني. عندنا أيضا عنصر الشباب، عنصر الشباب عنصر فاعل في المجتمع، وشفنا أنه رئيس الجمهورية في كل مرة وفي كل خرجة يتحدث عن الشباب ودوره وأهمية إتاحة الفرصة،
وشفنا خروج او العوده او الاعتماد بقوه على المؤسسات الناشئه واتاحت الفرصه امام الشباب الكفء والاطارات الشابه. كيفاش تشوف هذا التوجه نحو اعتماد بشكل كبير، وهو توجه عالمي لو نشوفه في كبريات الدول تعتمد على المؤسسات الناشئه او الستارت اب واعطائهم الفرصه؟ بالضبط. كيفاش تشوف هذا التوجه هذا واعطاء الفرصه للشباب اكثر؟ بالعكس، هو توجه واعي وتوجه ايجابي وتوجه يواكب حركه العصر كما اشرتم. في ايطاليا اليوم الاقتصاد الايطالي بنسبه 70% من المؤسسات الناشئه والمتوسطه، وليس من المؤسسات اللي هولدينغ الكبار العملاق. انا اقول لك دكتور انه الاعتماد على هذه المؤسسات كان بعد الدراسه، يعني شافوا باللي الخبراء يعني ومختلف الخبراء الجزائريين، وحتى كان هناك دراسه اللي خرجت من نتيجه انه هذه المؤسسات الناشئه يمكن ان تكون ضلع وتكون ضلع قوي يساهم في تنميه المجتمع والتطور بالجزائر نحو افضل. نعم، هو اراده السياسيه واراده السلطات العليا تجسدت اولا في تخصيص وزاره الحاضنات والمؤسسات الناشئه واقتصاد المعرفة وكذا، وفي نفس الوقت من خلال فتح المجال وحتى الجامعه اليوم تجربة السيد وزير التعليم العالي المحترم في مسيلة مثلا ونجاح تجربة هذا المؤسسات هذه وربط شهادات التكوين سواء في الماستر أو في غيره بماذا مع الشريك الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال إنشاء مؤسسات خاصة اللي تقدر تدخل، لأنه الآن الدولة ما تقدرش أنها تتحمل عاتق استيعاب سنويا. نحن نخرج حوالي 150 ألف شاب من الجامعة بشهادات مختلفة من الليسانس والماستر وغيره، والآن قدرات التوظيف وقدرات كذا لازم الآن الطاقات هذه تنخرط من خلال المبادرات الذاتية التي ترافقها مؤسسات الدولة وطنيا من خلال الوزارات المذكورة أو من خلال فروعها المحلية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الشباب هو طليعة الأمة في كل المجتمعات، في التاريخ، في الحاضر، في المستقبل. احنا نعطيك مثال، ثورتنا المباركة مجموعة 22 كان فيهم هما 22 كان فيهم 17 شاب، أكبرهم كان الشهيد بن بولعيد كان عمره 36 سنة وهو في عز الشباب، أكبرهم سن كانوا حتى 24 سنة و 22 سنة وأقل من ذلك. ولذلك الشباب هو طاقة الأمة، وإحنا حبان الله مجتمعنا أكثر من 70 و 75% من الشباب، والأكثر من ذلك إحنا عندنا حوالي 11 مليون ولا 12 مليون طفل راهو يتمدرس كلهم شباب في وزاره التربيه واضافه للتكوين وزاره التكوين المهني وكذا، وفي وزاره التعليم العالي حوالي مليونين يساوي سكان دول بالجوار او بالاقليم. وبالتالي احنا عندنا حوالي 15 مليون راهو متعلم وراهو ينتظر فرصته، شباب المستقبل، ولازم يكون هناك تداول، ومن خلال هذه المؤسسات ومن خلال المرافقة من خلال كذا راح تحضروا حتى أنه يكون هو الإطار المسير للدولة الدولة على المدى المتوسط والمدى البعيد. والمجتمع الآن في اليابان الآن يعانيوا من مشكلة أنهم عندهم 64% فايتين فترة الكهولة من نسبة الشباب من نسبة المجتمع. الآن دقوا ناقص الخطر المحللين والاقتصاديين والسياسيين في البلاد من أجل محاولة البحث عن كيفية من أجل ماذا التعويض، لأنه اليابان ممكن على مدى 15-20 سنة قد لا تجد من يحكمها، قد لا تجد من يحمي مقدراتها، قد لا تجد من يحفظ موقعها سواء تكنولوجي ولا اقتصادي ولا غيره. ولذلك احنا عندنا الثروة، وأهم ثروة هي ثروة الشباب، ثم ثروة العلم والكفاءة، وهذه كلنا نشتغل عليه من أجل أن شبابنا يستطيع أن يساهم أولا في بناء نفسه، في بناء مستقبله، وفي تعزيز وتقوية الدولة الجزائرية ضمن رؤية مستقبلية إن شاء الله. عندنا ثروة الشباب، يعني هم رأيت شباب صار، وعندنا ثروة هي موجودة خارج الوطن من أدمغة وكفاءة ثروة الرمادية، يعني نعم تعمل في خارج الوطن. أنتم كمنتدى كيف ترون إلى إمكانية الاستفادة من هذه الثروة، سواء أنها من خارج الوطن تساهم أو أنها تدخل إلى الوطن وتساهم في التنمية وتطوير الجزائر؟ نعم، الآن التحول القانوني، التكيف القوانين العضوية المختلفة مع الدستور الجديد ضمن الرؤية الجديدة للجزائر الجديدة، هذه راح تعزز وتتيح الفرصة للكفاءاتنا في الخارج، إما كما أشرتم أنها تساهم بشكل مباشر
من خلال دخولها مثلا على مستوى قطاع التعليم العالي انشاء مؤسسات، من خلال قانون الاستثمار انشاء الاستثمار، من خلال الحاضنات، من خلال عده مؤسسات، مجالات متعدده حتى على المستوى الاعلامي، من خلال قانون الاعلام ومن خلال غيره من المجالات المختلفه، او بطريقه غير مباشره من خلال ماذا الاستفاده من خبرات هذه الفئات مع توفير مناخ جاذب في المستويات المختلفه، حتى لانه من الصعب جدا من ناحيه الموضوعيه، من ناحيه الموضوعيه تكلم، من ناحيه المنطقيه، انه واحد مثلا في اقامه في بلد معين وعنده ارتباطات والتزامات قانونيه والتزامات كذا، وعنده عائله وابناء 20 سنه ولا كذا، انه يقوم بعمليه الانتقال المباشر، هذا قد يلقى صعوبه في اعاده ماذا اندماج، ولكن يقدر يستطيع ان يساهم من خلال ندوات، من خلال الخبره، من خلال القطاعات الوزاريه، من خلال اونلاين عن بعد، من اليات مختلفه، حتى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب أنهم راح يستفيدوا من خبرة ديالو ويكون يعني عقول المستقبل. بالضبط. ووزارة الآن حتى الوزارة الخارجية أصبحت وزارة الخارجية والجالية أصبحت اهتمام كبير، اهتمام كبير بالجالية وكفاءتها المختلفة من خلال القنوات المختلفة ومن خلال انخراط المجتمع المدني والمنتدى واحد منها، وإحنا عندنا أمانة وطنية كما أشرت مكلفة بالجالية والكفاءات بالمهجر، كلنا نستطيع أن نستفيد. وانا نزيد نعطيك معلومه تاريخيه، كل الهيئات الاولى اللي حضرت للثوره من الناحيه السياسيه من نجم شمال افريقيا للهيئات نشات بالمهجر، وكذلك كان عندنا فيدراليه في وقت الثوره، فيدراليه المهجر اللي كان والان الانجازات كثيره على مستوى مثلا كره القدم، على مستوى الفريق الوطني، على مستوى الخبراء، يعني الجاليه غي جزء أصيل من نسيج المجتمعي، ولا فرق بين الجزائري اللي موجود في كندا والجزائري الموجود في كوريا ولا في جنوب إفريقيا ولا في فرنسا، وبين الجزائري هنا، لأنه ما كانش واحد يزايد على المواطنة، لما تتوفر الشروط الجزائريين يهبوا دائما لدعم الوطن ودائما لتكون الجزائر أكثر توهجا وأكثر استقرارا وأكثر تطورا إن شاء الله. أكثر تطور وأكثر استقرار طموح كل الجزائريين مستقبلا. نقاش كان معك شيق سي يوسف، البروفيسور يوسف قاسمي، رئيس منتدى النخبة والكفاءات والكفاءات. نترك لك كلمة أخيرة قبل أن نختم برنامجنا، تفضل. نعم. الكلمة الأخيرة اللي نحب نقولها أني وجه رسالتين، رسالة أول النخب والإطارات خاصة النخب العلمية والأكاديمية، أنها لا تكتفي فقط أنها تعيش داخل أسوار الجامعة، بل يجب أن تنفتح على المجتمع وأن تستعيد دورها. طبعا واستعادة الموقع يكون أولا بالمبادرة والانخراط، وفضاء هذا الفضاء وغيره من الفضاءات والمرصد وكل هذه الهيئات متاحة بأن هذه الفئة تقدم خبرتها وتقدم إضافتها في هذا الاتجاه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، دعوتي للشباب أن هذا الفضاء منتدى النخبة وغيره من الفضاءات صنعت لأجلهم ومن أجل أن تكون مكسب للجيل القادم، ومن أجل أن تكون على غرار الهيئات المجتمعية الكبرى، على غرار الهلال الأحمر، على غرار اتحاد العمال، على غرار الكشافة، على غرار جمعية العلماء، على غرار المؤسسات الوطنية الكبرى التي تقدم وما زالت تخدم في المجتمع. الحاجة الثالثة أن التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية التي يرعاها السيدة الرئيس كلها متجهة باتجاه الاستثمار في الكفاءة والاستثمار في العلم والاستثمار في تكنولوجيات العصر، وبالتالي الفرصة متاحة لكل الجزائريين بأن يثبت ماذا حس الوطنية وفعل المواطنة الإيجابي من خلال الانخراط. ونختم بهذه الكلمة، كاين مفكر عراقي كبير اسمه علي الوردي، هذا عاش أكثر من 30 سنة في الولايات المتحدة، تكلم وله عدد من المؤلفات، قال أني عشت أكثر من 30 سنة في الولايات المتحدة لم أسمع شخص يتكلم عن الوطنية، ولكن كلهم يمارسون الوطنية في الأفعال والممارسات. وندعو بالتالي إلى أن ينخرط الجميع ضمن مسلك البناء الوطني، ضمن رؤية الجزائر الجديدة، بدون حسابات وبدون أي شيء، وكل واحد يقدم إضافته، وإن شاء الله بهذا الجهد كما تحررت البلد بالأمس من المستعمر نستطيع أن نحررها الآن، نحرر إرادتها السياسية وإرادتها الاقتصادية وإرادتها الثقافية، ونستعيد موقع الجزائر كقوة كدولة إقليمية ودولة
نطمح بأن يكون لنا تأثير كذلك حتى في القرار العالمي من خلال المؤسسة الكبرى الدولية الصانعة للقرار، سواء في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الإعلام ولا في الفكر ولا حتى في القيم. ونحن أمة حضارة وأمة دين عالمي، يجب كذلك أن نبعث بهذا، وقيمنا الوطنية ودبلوماسيتنا عريقة في هذا الاتجاه، ونحن يجب أن نرعى هذا، وهو جزء من الوفاء لأمانة الشهداء. نعم، اليد في اليد نرتقي بجزائرنا نحو الأفضل. نشكرك مرة أخرى سي بروفيسور يوسف قاسبي رئيس منتدى النخبة والكفاءات على حضورك معنا في هذا في حصة ضيف الحوار. أما أنتم متابعين على منصة التواصل الاجتماعي والقناة التفاعلية للحوار، نشكركم على المتابعة، ونلتقي في عدد جديد من ضيف الحوار وضيف جديد وموضوع جديد. إلى ذلكم الحين دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.